بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافية إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت أباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأقواب وأبارك وقاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون واللحم طير مما يشتهون وحور عين قمصان اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قليلا سلام سلاما وصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وتله منضود وظل ممدود وماء مكسوب وفاكهة قصيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبقارا روبا وأطربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ليأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفريتم ما تمنون أنتم خلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبقين ألا إن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعملون ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظللتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفريتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقفين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن قريب
في كتاب مكنون لا يسمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.